والسؤال هو هل القطاع الصحي من ضمن أولويات الدولة المصرية في الإنفاق والتطوير خلال الفترة من 2014 إلى الآن؟ ثم بعض المحاور المعنية بالمشروعات القومية التي تبنتها الدولة المصرية في الثمان والتسع سنوات الماضية وتأثيرها المباشر والغير مباشر على تحسين الحياة الصحية للمواطن المصري. أيضا كيف يرى العالم حجم التطوير والتحديات التي تواجه المنظومة الصحية في جمهورية مصر العربية؟ بالإضافة إلى المشاريع القومية في ربوع مصر من 27 محافظة ونتائج ومردود هذا الإنفاق وهذا التطوير على الخدمات الصحية المقدمة. هبدأ مباشرة بالأرقام التي لا تتجمل، موازنات أو حجم التطوير الذي تم في الدولة المصرية في القطاع الصحي منذ 2014 إلى الآن. ننظر إلى حجم الإنفاق الحكومي الذي بدأ ب 32 مليار وانتهى في هذا العام المالي إلى 222 مليار. هذا رقم يدل صراحة على حجم الإنفاق الذي تم خلال فترة 8-9 سنوات وتطوير الإنفاق الذي يصل إلى 7 أضعاف ما بدأنا به من 2018. سنتطرق خلال العرض على أين ذهبت هذه الأموال، ماذا تم من خلال التطوير في كافة المنشآت الصحية على مستوى الجمهورية، ماذا تم من خلال تقديم خدمات صحية متطورة للمواطن المصري. ما يقرب من 170 مليار جنيه فقط هو حجم الاستثمار في القطاع الصحي من هذه القيمة. إذا نظرنا إلى المشروعات القومية المنتشرة داخل مصر في كل محافظاتها، سواء قناة السويس، الإسكان الاجتماعي، تطوير شبكة الطرق، السكة الحديد، الأمن الغذائي، الجامعات والتطوير الذي تم من خلالها، العشوائيات التي تم تطويرها إلى مدن سكنية، هل هذه المشروعات القومية لها تأثير مباشر على الصحة؟ وما هي علاقة الصحة بكل هذه؟ أمثلة بسيطة، تتغير صحة الإنسان الفيزيقية أو النفسية من انتقاله من العشوائيات إلى أماكن آمنة صحية، وهذا ما تم من خلال كافة المشروعات القومية الخاصة بالإسكان. معدلات الحوادث ومعدلات الوفاة نتيجة حوادث الطرق اختلفت تماماً من خلال شبكة الطرق التي تم انتشارها بعدد كبير جداً من المحافظات، وهكذا في الأمن الغذائي، وهكذا في كافة المشروعات القومية التي تتأثر بشكل كبير بصحة المواطن